واللي هيتلعب عليه النهائي بين الزمالك وانبي. ده احنا عاملين احتفاليه جميله جدا يوميها بعد المباراه, عاملين احتفاليه جميله, احتفاليه بالكاس يعني, تسليم الكاس يعني, ان شاء الله للي يفوز يعني. لحد كده احنا ماشيين حلو قوي, واحتفاليه جميله, وده كاس مصر, دي اول بطوله رسميه يعني في مصر. بص حاجه الكاس بقى حد خده ولا لا؟ هو الكاس مكسور يعني, بس لا هو الكاس مكسور يعني, بس لا.